تقوم به طبعا قوات الجيش في مكافحه الارهاب فبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي سلم صباح اليوم 29 من سبتمبر الارهابي الخطير محمد المدعو يعقوب نفسه للسلطات العسكريه بولايه سكيكده باقليم الناحيه العسكريه الخامسه وبحوزته بندقيه نصف اليه من نوع سيمونوف إرهابي الذي التحق بالجماعة الإرهابية سنة 2002 كان ينشط كمسؤول من أو عن مجموعة إرهابية. طبعا هذه النتائج تؤكد مرة أخرى نجاعة مقاربة الجيش الوطني الشعبي في القضاء على ظاهرة الإرهاب والتصدي لكل محاولة تستهدف زعزعة استقرار البلاد.